حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات أنها ستوقف التعاملات المالية النقدية مطلع آذار المقبل على أن تتم بالدفع الإلكتروني أو التحويلات المصرفية. وقالت الهيئة إنه بدءا من الأول من آذار المقبل سيتم إيقاف جميع التعاملات المالية النقدية، وأضافت أن تسديد المبالغ المترتبة بحق المستفيدين من خدمة الهيئة سيكون عبر أجهزة الدفع الإلكترونية أو الحوالات المصرفية فقط. كشفت وزارة المالية أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة خلال 12 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 93. وتابعت أن البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط الجاري لحسابات الأشهر 12 للسنة المالية الماضية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيس لموازنة العراق العامة حيث بلغ 93%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العام. أكد الخبير في الشأن النفطي كوفاند شيرواني أنه بعد مرور 11 شهراً على توقف تصدير نفط كردستان فإن الخسائر المالية بلغت 9 مليارات دولار، مؤكداً أنها تسد 20% من العجز في الموازنة. وقال شيرواني أن هذا المبلغ وهو 9 مليارات يغطي حوالي خمس العجز المثبت في الموازنة، مبيناً أن الجانب التركي أقام دعوى قضائية في محكمة أمريكية باعتباره تعرض للخسائر وهو متضرر من توقيف التصدير. وأضاف أن هناك خسارة للشركات النفطية العاملة في كردستان العراق، فضلاً عن مئات العاملين والمهندسين العراقيين والأجانب الذين تضرروا كونهم فقدوا وظائفهم وينتظرون إعادة التصدير مرة أخرى. قالت شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق إن معدل استهلاك غاز السيارات خلال كانون الثاني الماضي بلغ أكثر من 23 مليون لتر. وأضاف مدير عام الشركة حسين طالب أنه ما تزال خطة الشركة ماضية في إنجاز المزيد من منافذ الغاز نظراً لتزايد الإقبال على التزود من قبل المواطنين واستهلاكهم للغاز السائل للسيارات. من جانبه بيّن مدير هيئة التجهيز بالشركة فلاح هاشم بيّن استمرار الشركة بتسجيل ارتفاع المبيعات شهرياً كاشفاً عن خطة لافتتاح المزيد من المنافذ التي سترفد المنافذ التوزيعية بمزودات الوقود والتي بلغ عددها 107. ارتفعت التوقعات للتضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل وفقاً لمسح للمركزي الأوروبي. وتباطأ معدل التضخم بصورة سريعة العام الماضي ويسجل حالياً مستويات أقل من 3%، لكن المركزي الأوروبي كشف أنه قد يستغرق أكثر من عام آخر حتى يتباطأ إلى المستهدف والبالغ 2%، على الرغم من الجولة القياسية لزيادة معدلات الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.